انر فريم بتخليك دايما بتكون في الانر فريم بس، وبتحرك الوركر مش اكتر من كده ولا اقل. تمام. دلوقتي لو ايه اهم بوينت انك انت تقوليها للبيشنت وهو بيتحرك بالوركر، ايه هو؟ ان هو يبقى ماسكني يحرك، في يعمل ايه؟ يعمل هاند بيحط جراسب هاند ولا يحرك جراسبل ايه، يحرك الرجل الضعيفة ثم الرجل حركة القوية؟ دي كده الرجل القوية، وبيبقى فيها هاند جراسب اللي هو يمسك اللي هو جراسب للوكر من فوق. للوكر. تمام. بس في الاول وفي الاخر انا اهم بوينت عندي بقولها للبيشنت بيتحرك لاول مره بالوكر، ان هو يحرك الويك فود وبعدين بعدها على طول السترونج. تمام تمام. ماشي. السؤال اللي بعده، while the patient While the patient ambulating in hallway with a walker, the nurse position is ببقى جنب الجنب ويك الضعيف سايد. اللي هو left side. تمام Stand on ماشي patient weak side. كملي. Child 6 years old refused to eat from hospital food. Tell him if you eat this I will give you nap. اللي هديك لعبة لو انت كلت الأكل يعني. تمام دكتور ديس بيشنت يعني ايه؟ ديسميسيف اللي هي ريفيوز تو ميت هيم. تمام هاو تو بريفنت بيت سورس، عن طريق 3 حاجات. بقلل القرح عن طريق ان انا باي شيدنج ذا بيد شيت بينس ذا بيشنت بين اللي هو دراي اند كلين. تشينز بوزيشن من ساعة لساعتين، او كل every 2 hour. تمام هيلث اسيستنت از بريبيرنج بيشنت تو فيزيت. وات از ذا امبورتنت ستيب بيفور ذا فيزيت؟ ميك شور ذا روم از تايد اند كلين. اخلي بالي تمام ان اللي الاوضه فيه جاي زيارة للبيشنت. تمام لما يبقى في زيارة بيشنت المفروض بحافظ على نظافة الأوضة وإن هي تبقى مرتبة. تمام Which of the following member of health care team is responsible for prescribing medical care? Physician or nurse particular. اللي هو يا إما الدكتور يا إما النيرس المدربة. صح المدربة. All of the following are example of patient bill of right except اللي هو low cost care، لأن عندنا ال insurance اللي هي ال mid care وال mid care هم المسؤولين عن ال low cost دوت. When patient request pain medication and nurse busy, what is the appropriate action for nurse assistant؟ المفروض إن أنا ببلغ النيرس immediately. Report request for pain medication to the nurse immediately. تمام Which of the following resident has the greatest risk of falling؟ اللي هو resident who has difficulty with balance. ال patient أكتر حد معرض للوقوع الشخص اللي هو ما عندوش توازن، عنده ضعف أو صعوبة في التوازن، زي اللي هو الباركنسونز الشخص اللي عنده شلل رعاش، والناس اللي هم كبار في السن ممكن برضه. بالظبط. اه بس معلش، بس معلش، هو سهام قالت، الجيرلي بتاع اللو كوست كير ده، بتقول الميد كير والميد كيد هما الميد المسؤولين كيد عن الميد كيد الميد كيد، بس هي المسؤولة عن دفع تقليل الخدمة ده. أما الميد الميد كير دي بتعتني بشخص أكتر من 65 سنة. 50 سنة أكبر، عارفة والله. تمام هي كده diabetic patient you want to dress him تمام bill. ثواني بس، انا بتاع السؤال بتاع الريسك فولز دي ممكن تبقى اللي هي اللي تجيب لك الديرلي بيبول او الاولد ايج او الايجنج، كلها معناها كبار السن. ايجنج، اي جي اي اي ان جي، يعني ايه ايجنج؟ الشيخوخة. سؤال يعني السؤال اللي شيخوخة. كان فيه الميديكيشن تاني، مس دعاء اللي هي قالته ده انا مركزتش فيه، واللي هو ان انت بتقف فين في بيقولك اتجاه العيان. بقولك اللي انت مريض طلب يعني مسكن للألم أيوة. والممرضة مشغولة، الابروبريت اكشن بتاعك، التصرف المناسب.
اللي انت هتبلغي الممرضة immediately. هو ده زي السؤال اللي هو بتاع ان الممرضة جالها حالة في الطوارئ وطلبت منك انك لا تديل لا لا لا، الممرض العلاج. ده حاجة تانية خالص. لا ده مش طب ده هيكون اجابته ايه لو ممرضة طلبت مني ان انا اديله العلاج؟ ارفض ولا اه ارفض عشان ده مش من نطاق ممارستي. تمام. تمام. هي السؤال بقى الاولاني اللي هي قريته خالص اللي هو كان في الاتجاه اللي هو السايد اللي فيه اللي هو اللي هو مش سليم يعني كان ايه؟ ده انت فوق بقى خالص. هنا بيقول لك انت هتقول المساعد الصحي هيقف فين كمل. وانت بتحركي المريض، هتلاقيه اه واقف عند الجانب الضعيف. والمفروض حلو كنس. تمام تمام ماشي يا مس، معلش يا مس دعاء اسف. كملي يا مس. diabetic patient you want to dress him belt بحطه في الصباين بوزيشن، اما لو كان حد عادي بحطه في السيتنج بوزيشن. تمام وير ماشي. تورنيكي ماست بوت، بنحط التورنيكي فين؟ above the site of the venous tocumentation دي اللي هي فوق مكان السحب اللي احنا تمام. بنحط بصي التورنيكي. فين سكشن. تمام. طب بصي هو بكام انش كده تقدري تقولي لي؟ 5 سنتي اللي هم 2 انش. 2 انش او 5 سم. تمام. طب الابره نفسها بحطها يعني ايه قبل الابره نفسها؟ اللي هو من 15 ل 30 الانجل فيس اب. لا كان في سؤال تاني. اه الكف، معلش انا اسف، الكف نفسه، كف البريشر نفسه القف المفروض 2.5 سنتي اللي هو 1 انش. بالظبط كده. يبقى التورنيكي بنحطه 2 انش يعني حوالي 5 سم، اما الكف بحطه ايه 1 انش بس، اللي هو 2.5 سم بس، اللي هو 2.5 سنتي. قبل البريكل يعني، قبل البريكل نفسه، قبل ما تحس البلس. تمام ماشي. النيرس بوستد. نيرس بوستد اباوت بيشنت هاز كانسر، وات ويل وي ادفايس اتشيفمنت؟ مش شايفه قوي. وي تمام. تيل اللي هو وي تيل هير شي از فيوليشن بروفيشنال 6 اند شي هاز تو ديليت ذا بوست. انك انت تقول لها انك انت كده اخترقت اخلاقيات المهنه ولازم ان هي تمسحي البوست. تمام. يعني يا مستر محمد التورنيكيه كام والقف كام؟ معلش التورنيكي بيكون 2 انش يعني حوالي 5 سم، اما القف بتاع البريشر نفسه بتاع الضغط بيكون 1 انش بس يعني حوالي 2.5 سم. تمام يا مستر. ماشي. دكتور اسكيب فور. دكتور اسكت فور ميد ستريم يورين سامبل اند هي اسكت اباوت ذا تكنيك اوف ات اللي هي اه كلين ثري فروم فرونت تو باك او وش فروم فرونت تو باك. تمام ماشي يا مس. دي الكلينس. لا لا ثواني، اباوت اسكيب تكنيك نفسه. لا ده بيسأل على التكنيك نفسه، ما بيسألش على الكير. ايوه تمام ايوه صح اللي التكنيك هو نفسه بتاع ايه؟ اقوله قولي. بعمل كلين للبرينيال اريا فروم فرونت تو باك، وبعد كده بخلي البيشنت فويد زين ستوب زين فويد اجين، وباخد السامبل يوم الريستارتد في اللوب. تمام لازم ممتاز كده. العمليه تبقى سترايل. تمام. يبقى دي التكنيك الخاص بعينه الميدستريم. طب ماشي. دلوقتي لو البرينال كير بتاع الخاص الفيميل، يبقى فرونت 2 ايه 3 سواب فروم فرونت 2 باك. تمام. أما في طب الميل الميل ريتراكت للفور سكين فور فرو سكن الانسر بالظبط بيشن كده. تمام ماشي. البيشنت كونفيوزد اند ان ايبل. عشان تكون فيوز ده اند انيبل تو سمايل ذيس ساينس اوف اللي هو ستروك. وضح لي كده بالعربي يعني. يعني البيشنت دوت مش قادر ان هو يضحك وعنده كونفيوزد، فدي علامة بيسموها جنب. ايه؟ بيسموها جنب دروب. جنب دروب اللي هو ايه، الفك نفسه بيحصل ليه دروب، اللي هو الفك نفسه ما بيقدرش يرفعه، الفك نفسه ما بيقدرش يتحكم فيه، فبالتالي ما بيقدرش ان هو يبتسم ولا يضحك ولا اي تعبير وجه. للماوس والاي كده. بالظبط كده. تمام. تايب اوف فود فور بيشنت. type of food for patient with difficulty of swallowing because of stroke. انا من وجهة نظري ان هو soft diet. ليه سوفت دايت لكن مش كلير ليكويد. تمام. طب اللي كلير ليكويد ده انا مين؟ للي هو البيشنت اللي عنده دايريا او البيشنت تمام اللي بعد العملية على طول. ممتاز. تمام. طب تعالى كده نذكر كده، مس دعاء كان ملخصه الحاجات الدايت دي كلها كده في المذكره. كان مريض الهايبر تنشن، كنا الدايت بتاعه ايه؟
تعالى نعد عليهم كده او نجاحهم مع بعض. لو صوديوم، لو هايبر تنشن لو صوديوم، هاي بوتنشن تمام انكريس صوديوم. تمام طب ومريض الكلى؟ مريض الكلى اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم على حسب برضو اللي هو ديكريز البوتاسيوم ديكريز ديكريز ديكريز. على طول. تمام كده. ماشي. مريض القرحة المعدة ألسر؟ اللي هو بلاند دايت. تمام. طب لو مريض خارج من العمليات الدايت بتاعه بيكون ايه؟ اول حاجة كلير، وبعد كده لا فل، لا بعد كده فل. أول حاجة مش ايه؟ عارفة تكتب ايه. أول حاجة ان ان بي بي او. او ان بي او ان بي او وبعد كده كلير، وبعد كده لا فلويد، وبعد كده سوفت واحدة وريجولار. واحدة 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 مش سمعت. بصي أول وبعد حاجة كده ان بي او، وبعدين ما بعدها قلت على طول ايه؟ اي سيبس، وبعدين كلير. ليه اي شيبس؟ ليه اي سيبس؟ يعني ايه ليه السؤال ده؟ هو في عمليات معينة بتبقى محتاجة كده، بس يعني هي مش عامة لكل العمليات. هو كده كده احيانا احيانا خليكي مرنه مع السؤال، ممكن ما يجيبلهاكش، ممكن مش يجيبها لك اصلا، ممكن يقول لك ان بي او كلير خلاص عادي يعني، وباقي الاختيارات غلط. فاهماني؟ ايوه يعني مش هتخليكي تبقى حافظه الحاجه تيبيكال، لا عادي ممكن يشيلك الايس شيبس يحط لك ان بي او كلير عادي، ما فيش مشكله الدنيا مش ماتت يعني، بس باقي الاختيارات كلها خطا، باقي الاختيارات كلها ما تنفعش. يقول لك مثلا سوفت وبعدين كلير وبعدين، لا يقول لك مثلا هارد وبعدين كلير، يلاقي الاجابات كلها غلط، وهي دي اصح واحده، زي ما السؤال اللي جه النهارده امبارح لمستر رحاب. ماشي؟ تمام. لو بعتت له حد بص في الفويسات النهارده هيلاقيها كاتباها كده ان بي او وبعدين كلير. ماشي؟ خليكم مرن مع السؤال، خليكم مرن مع الاسئله، ممكن يغير لكم الاسلوب، ما تحفظوش الاسئله تيبيكال كده، لا خليكم مرن مع السؤال على طول. واي واي وي مانج I will manage the shipment هو to ايه؟ offer correct supplies in correct time. السؤال ده برضو موجود في حسن ختام، بس السؤال ده مشهور برضو، هو بدأ يتكرر في اليومين دول. Which of Which of the following is the main factor of patient education? The patient must be individualized, specified, specified and understandable. بص، هو هنا بيسألك على بيسألك عن تعليم البيشنت، يعني بيسألك على كلية البيشنت ولا بيسألك على ايه؟ لا، لازم البيشنت ده ابقى عارفه الباك جراوند بتاعه، الليفل اوف الاديوكيشن، ان انا اعرف اتعامل معاه. يعني كل بيشنت بتعامل معاه بطريقته وباسلوبه بالظبط. وبطريقه الحياه انا اللي هو فاهم، عايزها. انا فاهم ان انت تقصد ايه بالظبط. الادوكيشن انا يقصد بها ايه؟ التثقيفي الصحي، ما يقصدش بيها تعليم البيشنت. فاهماني؟ علشان كده التثقيف الصحي انت مش هتروحي تكلمي الدكتور او تكلمي مثلا واحد خلفيته طبيه، ممرض مثلا نايم عندك على السرير، مش زي واحد مثلا مع احترامي للناس كلها، مش زي واحد مثلا مهندس ملوش علاقه بالحوار، او واحد مثلا عامل، او واحد مثلا فلاح. فاهماني؟ مع احترامنا كلهم لينا كلهم، بس الخلفيه مش هتعملي تثقيف صحي لكل الناس زيهم زي بعض، لا لازم يكون individuals، يعني منفرد، كل واحد ليه حاجه واحده specific، يعني لازم يكون محدد. مش يعني تتكلمي مع واحد عامل مش زي ما تتكلميش واحد عنده خلفيه طبيه، ده هتتوسعي معاه وتدخلي معاه في نقاشات، لكن ده هتتكلمي معاه على نقط معينه، يا حاج خد الدواء ده مرتين في اليوم خلاص على كده. فاهماني؟ لكن واحد تاني ممكن لا تتكلمي معاه وتقعدي معاه وتقولي لا ده الدواء ده بيعمل كذا، ده الدواء بيعمل كذا، ممكن يبقى فيه اعراض كذا، ستاندبل يعني مفهوم بس. كملي كملي يا مس، وكملي معايا مس الصفحه اللي بيقول بعدها. حاجة هتنقل الأكسجين للمريض، مش هو المفروض الريزرفوار دوت ريزرفوار ماسك؟ ايه ده؟ ده لسه في حاجه. نون بريسنج ماسك. طب ليه اسماء تانية؟ اللي هو ريزوفار، اللي هو ايه، ماسك باك، ايه تاني؟ نون ريبريسنج وهاي فلو. اسمه تمام، نون ريبريسنج، ريزرفوار ماسك، وماسك باج، وماسك هاي فلو. تمام، الصفحة 7. for uncontamination of blood sample put any sample in suitable tube. كل عينة بحطها في الأنبوبة المتاحة أو المتوفرة ليها، أو يعني مثلا عينة صورة دم مثلا بسحبها في الموف كده، ABT بسحبها في البلو كده، صح؟ تمام. ABT. هو هنا بيسأل ان انت تحافظ ازاي عينة الدم ما تكونش ملوثة، ان انت تحط العينة في الأنبوبة المناسبة بتاعتها. أيوة. تمام.
after care of patient how to get rid of going put the going bedside in humble bag. المفروض لما بخلص بالجاون بعد البروسيدجر ما بعمله بحط الجاون في الهامبر باك. تمام. patient with lung cancer and I want to do bed bath but he is ashamed. البيشنت اللي عنده كانسر في الرئة عايز انت عايزة تعملي له حمام في السرير وهو مكسوف يعني، تمام. فاعمل له بريبير للاكيوبمنت اند تولد هيم اف هي نيد اني ثينج هي كان كول مي اند دونت بي شيمد. هحضر له الادوات بتاعته واحطها جنبه واقول له لو احتجت حاجه انا موجوده وما تتكسفش. طيب السؤال ده عامل زي السؤال بتاع المجلات برضو. ايوه مظبوط. diabetic patient she allowed breakfast but she is shamed برضو عامل زي سؤال المجلات. bring breakfast to her and allow her to talk about her beliefs. تمام. بحضر هو لها هنا بيقول لك السؤال هنا قصده بيبقى مريضة سكر واحنا في رمضان وهي المفروض تفطر، ما ينفعش تصوم، ايوه فانت المفروض بتتكلمي معاها وتشجعي عليها تاكل. تمام. تمام. دكتور تو تشيك بيشنت اند ماي رول از كلين ذا تشيكنج روم بات ذا ميديكال اسيستنت ان ايمرجنسي كول ويز انذر دكتور وات تو دو كول انذر ميديكال اسيستنت. المفروض ان انا في غرفة الفحص والمفروض ان انا بنظفها بس في الطوارئ ندهت عليا، فالمفروض ان انا بستدعي هيلث اسيستنت اخرى ان هي تعمل كلين للشيكنج روم يعني. تمام. ميديكال اسيستنت وانت تو موف بيشنت تو هيد اوف البيد. ميديكال اسيستنت ماست بي فيسنج هيد اوف البيد. عايز ارفع البيشنت ده في السرير، المفروض ان انا ببقى واقفه على السرير من عند الهيد بتاعت البيشنت او من عند الهيد بتاعت السرير عشان ارفعه من الشولدر يعني. تمام. افتر بيشنت افتر باك سيرجري دكتور اوردر تو موف هيم باي لوج رول واي اباوت لوج رول. اللوج رول ده بيبقى حاجه كده مستقيمه ما فيهاش ارم سيت وبيبقى متنجد كويس جدا، والمفروض ان انا ما اعملوش فليكشن ولا اكستنشن للهيد او النك. تمام. هما مين بقى اللي بيبقوا محتاجين اللوج رول دي؟ الناس اللي عندها تروما في الهيد او عاملين اللي هو الناس اللي عندها السباينال كورد، الناس اللي عندها مثلا عامله عمليه غضروف ولا حاجه في ظهرها او في رقبتها او في تروما في الهيد بتاعتها، دول تمام. اكتر ناس. انفيميل برينيال كير بنعمل ايه؟ 3 حاجات: برينج جاون ماسك جلوفز اند تول بوت بيشنت ان كومفورتابل بوزيشن واي فروم فرونت تو باك. يبقى ممتاز. في نهايه منطقه العجان بنحضر الجاون والماسك والجلوفز البي بي اي عموما عشان طبعا بيبقى لو في سبلاج او في يورين او لا مش يورين سبلاج، وبرضو بحطها في الكومفورتابل بوزيشن اللي هي ممكن تكون وضع اللايزوتومي، او وبعمل الدرزل او ايه او السيمز. تمام سيمز او اللايزوتومي ممكن اللي هي الدراوزر ريكومبنت احيانا. تمام ماشي. بعد كده ان ميجرنج احنا طبعا قلنا الميل دي دلوقتي ده الخاصه بالفيميل، وقلنا بعدها على طول الميل لما قلتها مس سيام قبل كده. بعدها على طول ان ميجرنج بلاد بريشر هاو تو. How to know this suitable cuff. هو بيقول ان اللارج كاف بيدينا قرايه يعني صغيره هايبو. تمام. بيدينا سؤال والسمول بيدينا هايبر. وفي سؤال زي كده بيقول لك ان المريض مثلا زاد في وزنه ف 10 كيلو جرام، فالمفروض تعملي له ايه؟ كريز للقف. ماشي. بيشنت ويت 50 كيلو جرام وانت تو موف فروم تشير تو بيد اباوت بيلت. البيلت هنا هتحط فين؟ ستاند ايه بتوين هز ايه؟ هتعملي الويست ايه؟ او الضيافرام، بحط البيل في بتوين اللي هو الويست او الضيافرام والباقل فروم فرونت، وانا بعمل ستاند بتوين تمام. هيز ليج. لا خدي هو بالك البيشنت الاجابه، بتوين هيز
ليج. الإجابة هنا بصح اللي هو stand between his leg and pull the belt from the middle. الإجابة هنا صح، بس أحيانا في الامتحان بيقول لك إنك أنت إن البيشنت إنك أنت تحط رجلك أنت يعني stand your leg between رجلين البيشنت، أنت متخيلة؟ اللي هو أنت تحط رجلك ما بين رجلين المريض، ودي إجابة غلط طبعا. فاللي يقرأ يا جماعة بصوا زمالتنا اللي ملخصة زمالتنا اللي ملخصة الفويسات دي ملخصة السؤال بالإجابة، السؤال بالإجابة على طول. فاللي يقرأ الامتحان ما يستعجلش، ما يروحش يروح شايف الإجابة يروح مختارها كده على طول، لا كده مش صح. اللي بيتأني كده اقرأ السؤال، ممكن مغير في الأسلوب مغير في الطريقة وارد جدا، ممكن يجيب لك في آخر السؤال أكسبت وأنت بس مجرد إنك أنت تفرح إن السؤال عارفه ويروح يجيب لك أكسبت في الآخر أو أفويد في الآخر ويروح لغي لك السؤال خالص. فالناس اللي بتقرأ السؤال، الناس اللي داخلة على الامتحان تقرأ السؤال كويس جدا، تقرأ الإجابات تشوف أنهي إجابة أنسب وبتروح واختارها. ماشي؟ المفروض يا مستر محمد هيبقى الرجلين العيان بين رجلي، صح ولا؟ رجلين العيان بين رجليك وانت رجليك انت بره عشان تقدري تعملي ستاند للبيشنت. ماشي؟ البوت ديفايس مس بيقول البوت ديفايس فروم انكل تو بلوني، اللي هو تمام. من الكاحل من تحت لقبل الركب. البوت ديفايس ده، البوت ديفايس ده يا جماعه بيعمل استابلايز للرجل، بيعمل مكان الكاست، بيعمل بيعمل يعني بيحافظ على ان الرجل تكون مستقيم زي الكاست كده زي الجبس كده. تمام. ويتش بيشنت وي دو ويدو رينج اوف موشن روم، اللي هو البيشنت بارالايزس اللي احنا تمام. بنعمل معاه باسيف رينج اوف موشن. انت عارفه يعني ايه رينج اوف موشن يا مس؟ اللي هو الرينج اوف موشن اللي هي التمارين اللي التمارين اللي هو اللي بنعمل هي مثلا تمارين وانت بتعمليها في الشاور، احيانا الشاور، احيانا مثلا في ايوه الاكتيفيتي بتاعت اليوم، فاهماني؟ during activities of daily living بقى عموما بقى، بالظبط بس كده. تمام. دريس اي حاجه while dressing and your where going while dressing and you wear gown and gloves some fluid come in gown what to do we will complete the procedure. عادي لان انا لابسه البي بي اي عموما عشان لو حصل اي سبلاج او اي بلاد بيجي على البي بي اي ان هو بروتكت ماي يونيفورم يعني، بالظبط فعادي كده، يعني سواء جه عليك سلاين سواء كان جه عليك بلاد انت كده كده بتكملي عادي. تمام. ايوه ماشي. النيو بورن، النيو بورن اللي هو الطفل الجديد البيت بس بيكون درجه حرارته من كام لكام؟ 37 ل 38 تمام. الكومن سايد بتاع تشيكنج بالس اللي هو اكتر حاجة الريديال تمام. طب في الاطفال؟ في الاطفال اللي هو الابيكال تمام. طب في البالس في السي بي ار، اكتر في السي بي ار؟ سي بي ار بريكيال تمام. طب في الكبار في الادلت؟ في الادلت الريديال هو الشائع وفي السي بي ار كاروتيد. تمام. طب لو في نزيف في الفور ارم بضغط على بضغط على انهي شريان؟ لو على انهي شريان ارم يبقى بريكيال، لو ما جابش تمام انهي شريان نعمل دايركت بريجن. بالظبط. تمام. طب لو في الهاند مثلا؟ في الهاند ما هو قصد ايه بالهاند هاند. يعني بص البالم انا قلت ولا لك الفور ارم الفور ارم وانهي شريان، وفي الهاند وفي انهي شريان؟ الهاند ريديال. يبقى في شريان ريديال، انما ريديال وبرضه تمام مخصصي يبقى دايركت بريجن. بالظبط. مستر تمام. محمد طب حضرتك البريكيال لمين تاني؟ للاطفال بريكيال تمام، للاطفال. بص يا مس، هو انا عاوز اوضح لك نقطه، هو احيانا ممكن يخصص لك يقول لك انهي شريان وممكن يجيب لك علامات عليه، ممكن يقول لك برايت بلاد يبقى ده ايه؟ شريان ايوه معايا يا مس؟ ماشي. ممكن يجيب لك علامات عليه او ممكن يقول لك مثلا ايه دارك بلاد خلاص يبقى ده فينوس، فاهماني؟ ممكن يقول لك برايت بلاد يبقى ده ايه خلاص ريديال يبقى ده ارتري شريان. ماشي ماشي. دي كده الشريان بتاعت الجسم. بعد كده طب بص بيقول لي كمس لو في نزيف في الابر ليج يبقى ده منين؟ فيمولار. تمام ماشي. كملي يلا. بيشنت افتر شيست سيرجري
patient after chest surgery has cough and fever 39 want to take sample. اعملي ايوه ثانية for sputum culture. بنعمل support للوند with بيلو during coughing. بنعمل support للمكان اللي فيه العملية والبيشنت ده بيكح عشان طبعا ريليف للبي. بالظبط. تمام ماشي. شكل البوت ديفايس ايه مستر محمد؟ مش هي اللي هي السودة اللي بتيجي في الصور السودة دي وبلابسها في رجلي كلها اه من هي دي. معلش انا بسألك كتير لان انا خلاص همتحن يوم الاثنين، مفيش مشكلة، مفيش أي مشكلة خالص يعني. المشكلة ان انا يعني بمتحن لتاني مرة فأحاول اركز ربنا شوية يسلمك بإذن الله. لا أنا ما تلاقيش خالص، ان بلاش شاء الله. التوتر وبلاش القلق يا جماعة، واحنا الامتحان مش آخر الدنيا، احنا مش داخلين امتحان لا ثانوية عامة. تمام هو انا بنعمل اصلا ما عليه. كنت ذاكرت الحاجات دي كلها خالص اصلا، فهو انا الحمد لله يعني الحمد لله. خير آه، كملي يا مس، مع مس دعاء. to move patient by mechanical lift from wheelchair what is corrected about mechanical lift. المفروض ان ال base of the mechanical lift will open at the same space of the patient shoulder، يبقى في مستوى الشولدر بتاع البيش. تمام بيبر ويل بي بروف اه بريبير بريبير ويل بي بيرفورمد اون ذا بيشنت بيفور ذا اوبريشن سو وات شود وود فولو. احنا بنعمل ثلاث حاجات مهمين. اول حاجه اللي هو شيفنج بروسيجر، اول حاجه الشيفنج بروسيجر، وطبعا البيشنت ننبه عليه ان هو ان بي او، ونعمل نفض القولون عن طريق ان احنا بنعمل انما، وبرده اللي هي الاعمال الورقيه اللي هو الفورمد كونسنت. ده دي الحاجات اللي بتحصل قبل البيشنت ما يدخل العمليه اللي هي البري اوبريتيف فيزيت. تمام بيقول مريض قبل العملية الإجراء اللي هعمله، مش دي خلاص؟ انت قلتيها يعني، وبيقولك هنا مريض قبل العملية هتعملي عشان تفضي القولون بتاعه. بعمل انيما. تمام بنعمل ايه واحنا بنعمل بيت باس لمريض؟ انا بنظف من المكان الانظف للاقل اللي هو كلين فروم فرونت تو باك او كلين فروم كلين تو ديرتي. تمام الدوبلر مهمته ان هو بيقيس السيركيوليشن في الليج والبالس في الهاند او في البريكيال. تمام بيفور شيفينج ريزيدنت ذا نيرسينج تشيك فور ويتش اوف فولوينج ايتم ان الريزيدنت كير بلان. شيفينج انستراكشن ريليتد تو بروبلم اور ايشو كلوتينج. ساعات بيبقى في ناس عندهم اللي هي بليدنج تنديسي اللي هي عندهم بيحصل لهم نزيف، فبنستخدم لهم اللي هو الالكتريك رازر. وساعات في ناس برضو لو في حد محطوط على ماسك اكسجين ولا حاجه بستخدم له اللي هو الباتري رازر او اللي هو البليد. تمام بالظبط كده. وبيقول لك هنا وايل يعني اهم حاجه هتخلي بالك ايه قبل ما تحرقي للمريض. ايوه فاحنا بنشوف مثلا لو عنده مشاكل نزيف، اي مشاكل عنده، فاحنا بنخلي بالنا من الحاجات دي. وايه تاني؟ بناخد بالنا برضو من ناحيه الكالتشر، عشان ممكن اصلا وانت بتحرقه ممكن دانه، ممكن ثقافته بتمنع ان هي تحلق دانه، فاهماني؟ ايوه هوايل ايتينج دينر اكليونت ستارت تو شوك اند تيرن بلو ذا نيرس ايت شود. المفروض على طول بوقف الاكل وبعمل هيملك مانوفر تمام او تعملي ابدومينال قصد فور هيلب وتعملي ابدومينال ثرست او هيملك مانوفر. الهيملك مانوفر دي كل الناس عارفاها، فالمفروض عادي ان انا اعملها. او انا هلحق بقى اقتل ذا نيرس وبعد كده اجي اعمل هيملك لا مانوفر؟ هي طب ما انا بتبقى، بصي هو السؤال ده جالي الاجابه على بعضها، قصد فور هيلب اند ستارت ابدومينال ثرست، فاهماني تمام الاجابه مع بعضها. ماشي. دي سي شوك اور ديفيبليتور ده طبعا اللي هو ريتيرن الهارت بيت.
اللي هو الدي سي، جهاز صدمات الكهرباء، ده مهمته ان هو بيرجع الريزم تاني، او بيرجع الهارت بيت لما تكون مثلا البيشنت بقى برادي او حاجه، مش عارفه بصراحه. تمام. هاند هو هنا الدي ووكينج سي قصده اللي هو في المستشفى، بس الديفيبروليتور ده اللي هو بيبقى في الشوارع، الجهاز اللي احنا عارفين صورته ده اللي بيبقى في الشوارع لو حد مثلا ارست ولا حاجة. هاند ووشنج تمام. طبعا بنعمل هاند ووشنج عليك تو بريفنت. السؤال ده، اجابته في حسن الختام هتكون ايه؟ هتكون دي. ريتيرن هارت بيت. انا سألت كام دكتور والله قال لي بيه. سيبكم من السؤال ده يا جماعه، ما تركزوش فيه معاه كتير. انا كده كده ان شاء الله لو عملنا تحديث للمذكره انا هشيل السؤال ده، اول حاجه انا هعملها انا هشيل السؤال ده. تمام. فما تركزوش مع الاسئله اللي ايه، متضايقين يعني؟ يعني ما تشغلوش بالكم بالاسئله اللي هي ملهاش علاقه بينا خالص. تمام. هاند واشنج تو بريفنت انفكشن، الغسيل الروتيني فور الريست، والمفروض ان هو من 40 ل 60 ثانية. السيرجيكال فور الالبو، والمفروض ان هو من 3 ل 5 دقايق. وطبعا هو الروتين بالنسبة للروتيني ده أنا ومستر محمد ما عندناش إجابة صريحة. تمام. يعني كل مصدر برقم، فاحنا مش عارفين نجيب الإجابة الصح. طب معلش، هي في الروتين الإيد بتبقى لتحت ولا لفوق وأنا بغسلها؟ لتحت، صوابع بتكل لتحت. تحت. تمام. والسيرجيكال اللي فوق، صح كده؟ تمام. اه تمام. بيشنت سيريبرال بيبسي هوين. مع حد يكمل كده مكان مس سهام؟ حد حابب يا شباب ينفع يكمل معانا، تنزل؟ ولا مس سهام تاخد المذاكرة كلها؟ ها كملوا يا جماعة، ينفع حابين أكمل يا أنا؟ شباب كملي يا مس اسراء. معلش بقى مس سهام. أخص عليك بقى. معلش يا سهام، أنا امتحاني الصبح. مش فاهم انت خدت 10 الصبح، انت متخيله؟ انا كنت بقول 5 الصبح بس. تمام. يلا يا مستر كملي. بيشنت ويز patient with cerebral palsy when he discharge what will you advise his family؟ هنقول لهم ان هو يعمل الكير وهو lay down. تمام. سايد لاين السيبرال بالسي. تمام سايد لاين يا معلش. تمام. تمام. from which part of the body of baby 6 months you check temperature اللي هي التمبانيك، تمبانك. طب وبندخله الاكيوريت. 1 inch الاكيوريت اللي هو الريكتم، تمام ماشي. طب لو والكومن الاورال. عندكم كوما يبقى ايه؟ لو عنده كوما الاكزيلري. اكزيلري. تمام. الهيد ووشنج روتين والهاند ووشنج سيرجري ده على حسب بحثكم انتوا وعلى حسب السؤال اللي هيجي لكم. فعلا زي ما مس دعاء قالت، احنا ما عندناش اجابه صريحه يعني دي، بس اكتر الاسئله اللي بتيجي من 15 ل 20، فانتوا شوفوا ان الاجابه الصراحه، لان انا ما اقدرش اقول لكم اجابه وانا مش ما اعرفش عنها اي حاجه خالص. بس السؤال اللي بعده، what is the indicator for ventricular depolarization؟ اللي هي ال QRS complex. complex. طب انتوا عارفينها كده بالرسمه بتاعتها، بتاعت رسمه الاي سي جي ده. تمام. اللي هو ال T wave الويف. وال R wave. اه الويف نفسها ده تقصد بيها ال QRS complex. تمام ماشي. what تمام. is the complication of What is the cystoscope؟ complication of the cystoscope اللي هو منظار المثانة بيعمل بنك في اليورين. تمام. What is the pharyngitis اللي هي inflammation في الفارينكس أو سر تمام. في التورك. تمام. medical تمام. assistant want to medical assistant want to help patient to wake up from bed and the patient is using the walker with wheel which one of this is correct. Let the patient to use the walker and support him to walk up from bed. أخلي المريض يستعمل الوكر وأنا اللي هساعده إن هو يقوم من السرير. تمام. الزهايمر. الزهايمر patient has difficult to find his room which is correct. Placing the femoral object outside his room. في مظبوط. سؤال تاني اللي هو بيجي يا مستر محمد، اللي هو المريض الزهايمر كل شوية يطلع من الأوضة، هو المفروض كده إن أنا أقول له فيربال إن هو يدخل الأوضة، ولا أنا ناخده من إيده وأدخله؟ هو السؤال بيجي كده؟ أيوة السؤال بيجي كده. أنا مش متذكرة هو مريض زهايمر ولا ديمينيشيا، حاجة من الاتنين. الاثنين واحد عموما، بس
ما اعتقدش السؤال بيجي كده، بيجي بيقول لك مثلا مريض اجيتيشن وعاوز يخرج من الغرفه، المفروض تعمل ايه؟ فانت بتتكلم معاه بالدبلوميت، يعني بتحاول انك انت تهديه خالص بفيربال اند نون فيربال، وتحاول انك انت بتتكلم معاه ان اورينتد بكلام غير واقعي يعني، عشان تقدر انك انت ترجعه مكانه تاني. بس ده السؤال اللي انا اعرفه عن النقطه اللي انت بتقوليها دي. لا في سؤال كده بس انا مش فاكره هو في مذكره ايه بالظبط. تمام ماشي، كملي بقى تمام معلش بقى. ماشي. طب بعد احنا واحد يا عمل مستر محمد قول قول يا مثلا هو احنا لما نحط علامه على غرفه المريض الزهايمر، مش هو عنده زهايمر مش هيفتكرها؟ كان في سؤال في الاجابات برضو انا شفتها ان احنا نحط ورقه في جيبه، ما مش عارفة دي الأفضل ولا دي، ما هو دي ممكن لا ينساها ودي لا ينساها. لا، هو السؤال بيجيك صريح كده، اللي هو ايه؟ ان المريض ايه، تعملي ايه علشان خاطر تذكري البيشنت بمكان الغرفه، انك انت بتحط علامات على مكان غرفته بحيث ان هو يتذكرها او يعرفها ان دي غرفه. علامة تانية للبيت كده، يعني حاجة تفكره بالبيت. بس كمان يا مستر، واحد عامل قبضة اللي هو الفيست بإيده على رقبته، ده معناه إيه؟ إن هو شوكن، وفي حاجة اللي هي أوبستراكشن.